الكرام في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم في حلقة جديدة ومساء جديد من برنامجكم بلدنا المحروسة. مساء الخير زميلي أسامة. مساء الخير أستاذة إيناس. عايزة أرحب بضيف اللي منورني النهاردة، الدكتور صيدلي محمد حماد. مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء النور حضراتكم، وبرحب بيكي وبرحب بالاستاذ اسامه، مبسوط ان انا معاكم النهارده. نورتنا يا دكتور. في اول الحلقه عايزه اهني كل امهات مصر بيوم الام، وعايزه اقول لوالدتي كل سنه وحضرتك بالف خير وصحه وسعاده ومعايا العمر كله يا رب. قبل ما انتقل لموضوع الحلقه النهارده، عايزه اوجه في بدايه الحلقه تحيه اجلال وتقدير لكل اطباء مصر، الاطباء والصيادله والتمريض. شكرا لحضراتكم على كل الجهود اللي بتبذلوها، خصوصا في ظل ازمه الفيروس اللي عين فيروس كورونا. حقيقه ان منظمه الصحه العالميه والدوليه اشادت بجهودكم، واحنا كمواطنين على ارض الواقع لامسين جهودكم في كل لحظه، فحقيقي شكرا جزيلا لحضراتكم. مره ثانيه برحب بضيفي دكتور محمد حماد. مساء الخير على حضرتك. سنور يا فندم. اسامه، مجهزين ايه النهارده لدكتور محمد؟ ان شاء الله النهارده في موضوع يا جماعه مهم جدا، وناس ياما حاولوا يعني يستفسروا ويعرفوا ايه الموضوع. النهارده هنقول ان احنا في بدايه شهر مارس قررت هيئه الدواء المصريه انها تدرج 14 صنف من الادويه داخل جدول المخدرات. ادراج ال 14 صنف من الادويه، وخصوصا ان هذه الادويه كانت من الادويه شائعه الاستخدام للمواطن البسيط، وده كان عن سبيل الاعتياد او خبرات سابقه، او هو تعود ان هو يروح الصيدليه يطلب حبيتين من دواء كذا كذا او اي حاجه. كل ده كان نتيجه عمل شيء من التساؤلات اللي هي بدا الشارع يتكلم عنها. ال 14 صنف دواء اللي تم ادراجهم دول كان من زي دواء الكونجستال، زي التوسكان، زي توسيلار. 14 صنف تم ادراجهم، وعايزين النهارده يعني نفهم يعني ايه جدول ويعني ايه غير جدول وكلام من ده. وعشان كده احنا النهارده بنتشرف بوجود الدكتور الصيدلي محمد حماد، اخصائي التغذيه العلاجيه. دكتور محمد بنرحب بحضرتك. يا دكتور محمد منورنا النهارده. اهلا بيك. ربنا يخليك. دكتور محمد، طبعا حضرتك تابعت ال 14 صنف من الادويه اللي تم ادراجهم. عايزين نوضح للمشاهد يعني ايه قصه الجداول، وادويه مش في جداول، يعني ايه ادويه مدرجه في الجدول. يعني عايزين نوضح الصوره بشكل سلس وبسيط للساده المشاهدين. تمام. هو يعني بدايه بس كده، يعني انا طبعا برحب بيكم مره ثانيه، وبرحب الساده المشاهدين، وبوجه تحيه لكل زملاء الصيادله في مصر اللي هم برضك يعني دورهم الاساسي الحفاظ على سلامه المجتمع والحفاظ على صحه الناس. وفي النهايه احنا بنخدم اهالينا وبنخدم اخواتنا في المجال اللي احنا بنشتغل فيه. زملاء الصيادله كلهم وانا واحد منهم بمارس عملي في صيدليتي، في النهايه احنا مؤتمنين على حياه الناس. يعني في النهايه احنا هدفنا الاساسي صحه المريض والحفاظ على حياه الناس، ده امر مهم. ففي النهايه انا كصيدلي اعتبر اول حاجه بيلجا لها المريض بيجي لي الصيدليه، واذا كنت انا بوجهه الى الطبيب المختص او الى المستشفى اللي هي ممكن تتشخص فيها حالته. يعني احنا كصيادله طبعا الدواء لازم، وبنوعي الناس كلها طبعا ان الدواء ده شيء خطير. يعني الدواء ده ما هوش سلعه اي حد يجي الصيدليه يقول لك انا عايز ده خد، لا، الدواء لازم يتم التعامل معاه من خلال خبير، والخبير الاول بالدواء الصيدلي. اللي هو الصيدلي. الصيدلي هو عارف اثار الدواء، اكيد طبعا، مفعوله، تداخلاته الدوائيه، اذا كان في اعراض جانبيه ممكن تحصل. فلازم التعامل معاكم بحرص شديد، يعني مش اي حد كده يجي انا عايز دواء الفلاني خد. طبعا برضك هنتكلم قبل ما نوصل للموضوع بتاعنا اللي هو انا عايز اعرف في البدايه من حضرتك يعني ايه ادويه مدرجه في الجدول. هنتكلم فيها اكيد. الادويه المدرجه في الجدول هي ادويه مش بتتصرف بطريقه طبيعيه لاي مريض. يعني انا مثلا عندي طريقه صرف الدواء في الصيدليه، في بعض الادويه بتصرف بطريقه الكاونتر او بنسموها الاو تو سي دراجز، اللي هي الادويه بتوصف عن طريق من خلالي انا. يعني بيجي لي المريض يقول لي مثلا في بعض الحالات بتعامل معاها ادويه البرد وادويه الكحه وادويه المعده وادويه الفيتامينات والحاجات دي كلها انا بتعامل معاها بدون الرجوع لاي زميل من زملاء الاطباء. الجزئيه الثانيه الادويه اللي بتتصرف بتذكره طبيه عاديه. بيجي لي مريض معاه تذكره طبيه من زميل موصوف له فيها حالته ومتشخص فيها حالته ومكتوب له فيها دواء. انا كصيدلي لازم اراجع الدواء كويس جدا، واراجع جرعاته،
وفي النهايه برضك بتواصل مع المريض وبسيب له رقمي بحيث ان هو لو في اي حس باعراض جانبيه او حس باي مشكله بيرجع لي. طب بعد اذن حضرتك دكتور محمد، يعني احنا بدايه عايزين بس يعني ليه الهيئات الرقابيه المنوطه بالرقابه على سوق الدواء لجأت ان هي تدرج الادويه دي في الجدول؟ يعني احنا عايزين السبب الاول ايه وبعد كده ندخل في باقي الموضوع. انا كنت اقول لحضرتك على الجزئيه ديت انه في بعض الادويه الجهات الحكوميه والهيئات الرقابيه بتبدا تلاحظ ان في ادويه معدل استخدامها ومعدل استهلاكها من المريض بدا يتزايد بطريقه مش طبيعيه. نعم. بمعنى مثلا ان انا عندي في بعض الادويه طبيعي ان هي تبقى معدلات استخدامها لكل الناس، يعني ادويه البرد كل الناس بتاخد ادويه البرد مش مشكله. لما يجي خصوصا ان بعضها بيبقى في متناول، يعني اسعارها في متناول يد الجميع، يقدروا ان هم يقبلوا عليها فبيقبلوا عليها اكتر. لا هو بعيدا عن النقطه دي كمان، بعيدا عن الاسعار والكلام ده كله، في دواء معتاد الناس كلها بتجيلها برد بالظبط فبيستخدم دواء برد، فلما الهيئات الرقابيه والجهات الحكوميه بتلاقي ان ادويه البرد بتستخدم كتير ده شيء طبيعي. لما ابدا انا كهيئه رقابيه او جهه حكوميه الاقي في بعض الادويه اللي هي المفترض ان هي استخدامها قليل ولاقيها وصلت لمعدلات كبيره في الاستخدام، يبدا هو يعمل فوكس عليها او يبدا يدور ليه وصلنا للمرحله دي. يعني هي بترصد نسبه المبيعات، يعني هي بترصد الكلام ده بتتابع. بالتاكيد بالزبط. بالتاكيد في بعض الادويه مثلا بيبدا استخدامها تلاقيه مثلا هم بيلاقوا مثلا مليون من الناس بيستخدموا الدواء، فجاه يلاقي مثلا 20 مليون بيستخدموه، لا يبقى في حاجه غلط. تبدا الجهات الحكوميه تعمل كنترول عليه عشان ما يوصلش ان هو يوصل لايد ناس تستخدمه غلط، في النهايه يوصل للمريض اللي يستحقه. يعني هو خوفا من الاستخدام الخاطئ. احنا عندنا الدواء. عندنا اي دواء في الصيدليه في حاجه اسمها الابيوز، الابيوز اللي هو الاستخدام الخاطئ للدواء. اي دواء يساء استخدامه لازم مراجعته من الجهات المختصه وفي النهايه يوصل للمريض اللي يستحقه بس او اللي هو محتاجه فقط. بالتالي هي بتعمل قيود عليه في الصرف، القيود عليه اللي احنا بنسميه ادويه الجدول. بالظبط. بنوصل ان احنا عندنا ادويه معينه ليها طريقه صرف معينه وهنحكيها دلوقتي ونشرحها. طب دكتور محمد، حصل جدل شديد اليومين اللي فاتوا بخصوص دواء متداول وشائع الاستخدام بالنسبه للمواطن البسيط، الا وهو الكونجستال. واحنا طبعا حضرتك تعلم جيدا ان الكونجستال في منه حبوب وفي منه شراب. الغريبه دكتور بقى ان هو تم منع الشراب ولم يتم سحب او منع الحبوب، فالمواطن بدا يتساءل يعني ايه الفرق؟ فممكن حضرتك توضح لنا برضو يعني اللغط اللي حصل ده. هو طبعا بس ايه الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت اللي هي تخص الادويه اللي حصلت فعلا حاليا، ان هي اخر ادويه ادرجت في جدول المخدرات، من ضمنها ادويه كحه كتيره جدا، ومن ضمنها دواء شرب مشهور جدا اسمه كونجستال، الناس كلها عارفاه جدا، وكلها بتديها لاطفالها وكلها بتوصف لها في تذكره وبتتصرف للعيان عادي خالص مفيش مشكله. احنا عندنا الادويه اللي ادرجت اخيرا ديت مؤخرا في جدول المخدرات بتحتوي على ماده اسمها الديكستروميثروفان. الديكستروميثروفان ديت هي ماده مهدئه للكحه في جرعاتها البسيطه. الهيئات الرقابيه ادرجت كل الادويه اللي بتحتوي على ماده الديكستروميثروفان في جدول المخدرات عشان تعمل عليها قيود في الصرف، لان الماده دي طبعا الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها الكونجستال اقراص والكونجستال شرب. بالظبط. الكونجستال شراب ده دواء بيحتوي على ماده الديكستروميثروفان، اما الاقراص فهي ما فيهاش الديكستروميثروفان وبالتالي خاليه من ماده الديكستروميثروفان وعشان كده ما ادرجتش في جدول المخدرات. طيب هستاذن حضرتك معانا مداخله تليفونيه، دكتور احمد من البحيره. الو مساء الخير. مساء الخير دكتور احمد. كان نور يا فندم. ممكن تعلي الصوت لو سمحت دكتور احمد؟ دكتور احمد الصوت لو سمحت. واضح اتفضل. ان الاتصال قطع، دكتور احمد حاول الاتصال والتواصل معانا مره ثانيه. اتفضل يا دكتور. اتفضل دكتور. الموضوع الادويه اللي ادرجت مؤخرا ديت دي اخر حاجه خالص وصلنا بها نشرات من وزاره الصحه، ان احنا الدواء ده ما يتصرفش عشوائي لاي مريض، يعني بمعنى كان بيدخل لمريض مثلا دكتور انا عايز دواء الكحه ده فانا عندي موجود متاح، احيانا هو بيكرره او يقول لك ده ابني بيستريح عليه خده. كان من ضمنها الادويه اللي هو الكونجستال الاشهر. اسفه دكتور محمد جدا، راجع معانا الاتصال تاني. دكتور احمد من البحيره مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. هستاذنك تعلي صوت حضرتك شويه بس بعد اذنك. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور احمد. ايه راي حضرتك في ضوابط صرف ادويه الجدول؟ والله بص يا فندم هقول لحضرتك على حاجه. الاول بحيي حضرتك والاستاذ اسامه والدكتور محمد حماد. ربنا يخليك يا دكتور، تشرفنا بحضرتك يا دكتور. عايزين بس نعمل تأصيل بس للموضوع في دقيقه.
هو اتفضل. الاصل ان الادويه دي كانت بتستخدم، الادويه دي كانت بتستخدم، كان بيستطيع المريض ان هو يروح بالوصفه الطبيه العاديه جدا ان هو يروح الصيدليه ويصرف الدواء بتاعه بدون اي مشكله. تمام يا دكتور، اتفضل. انا وان بعض الـ 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 الامور اللي بتحصل الشاذه من بعض الناس اللي بيحاولوا ان هم يستخدموا الدواء بكميات كبيره عشان خاطر ياخد اثر جانبي هو عايزه كسعاده دائفه او كان هو يحصل له شويه هلوسينيشن هلوسه او كده. تمام. وبالتالي بتكون رده الفعل من هيئه الدواء او وزاره الصحه بشكل اشمل وعام. تمام بالظبط. ان هي لازم يكون ليها رده فعل. رده الفعل بتاعتها ان هي تعمل ريستريكشن او تعمل منع او تعمل تحديد شويه لموضوع، فبتدخل العقار اللي بيحتوي على الدواء ده بتدخله في حاجه اسمها الجدول. الجدول يعني ليه ضوابط في الصرف، انا كصيدلي لازم بيكون ليا بعض الاشتراطات شويه عشان اصرف الدواء. دكتور احمد احنا عندنا حضرتك، دكتور احمد حضرتك سامعني، هل احنا عندنا اكتر من جدول ولا احنا بنتعامل تحت غطاء واحد جدول واحد؟ لا يا فندم، احنا عندنا كذا جدول. اول حاجه مثلا الجدول الاول للمخدرات ده، الجدول الاول ده بيدخل تحت بند الحاجات اللي هي مشتقات المباشره من الادويه اللي تيجي من الكوكايين والهيروين والحاجات ديت، ودخل معاه كمان عصار الترامادول. تمام. الجدول الثاني وبره لحد جدول دكتور احمد المورفين والترامادول، قصدك ده الجدول الاول؟ الجدول الاول مخدرات طبعا. تمام. ده ليه طريقه صرف دلوقتي ما عادش بيتصرف من الصيدليه في الاصل، بيتصرف من عيادات الالم في المستشفيات الحكوميه. بالظبط يا دكتور، اتفضل. ده اثر خطير جدا. تمام اتفضل. شكرا دكتور احمد، بشكر حضرتك على مداخلتك التليفونيه واشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور. دكتور محمد، دكتور احمد وضحنا برضو يعني دخل بينا بجزئيه ثانيه، ان احنا طبعا نتيجه الاقبال الشديد على بعض الادويه اللي هي ممكن بتؤدي بينا الى طريق ثاني، وهو طريق الادمان او التعاطي او الوصول الى حاله من النشوه او الهلوسه. خصوصا ان كتير من الشباب بتلجا للادويه دي. هو بالتاكيد الجزئيه اللي اتكلم فيها دكتور احمد، والموضوع ده ليه تاريخ طويل قديم، يعني ان احنا عندنا من اول يعني من اول انا ما اتخرجت مثلا كان في دواء موجود، بروح الصيدليه اول ما دخلت اتدرب في الصيدليه. تمام. لقيت في دواء محطوط على الرف، دواء ده موجود اسمه ترامادول. طيب انا وانا في الكليه انا عارف ان ده مشتق من مشتقات حاجه شبه الافيون يعني، بس هو حاجه مخلقه كيميائيا. الدواء ده مسكن للالام، كان في بدا الناس يستخدموه، لما بيستخدموا مره واثنين بيبدا يعتاد انه ياخد جرعات اعلى منه، وبداوا يحسوا ان هو لما بياخده بيبقى مبسوط ومنتعش وبيقدر يبذل مجهود كتير، وبيبدا يحس ان هو يعني مبسوط جدا. فعلا كان ده سؤالي اللي عايز اوجهه لحضرتك، ليه الشباب بيبقوا عندهم اقبال شديد على نوع الادويه دي؟ هو بالتاكيد الطريق للمخدرات ده يعني بيوصل ببعض الناس، مش الشباب بس، في ناس كتيره جدا بتتعاطى الادويه دي، بيبدا ان هو عايز يحس ان هو عايز اقول لك منعزل عن الواقع، عايز يحس بنشوه زائفه، عايز يحس ان هو مبسوط، عايز يعني يوصل لمراحل ان هو مش حاسس بالم ولا حاسس بوجع هروب من وضع معين. بالظبط. وصول لحاله مختلفه. وده بياخدنا ان احنا اول الدوله ما وصلت ان هي لقت ان استخدام الترامادول ده وصل لمعدلات عاليه، بدات على طول تدرجه في جدول المخدرات التاني. بعدها بمده أدرجوه في جدول المخدرات الأول، وبدأنا نصرفه للمريض من بتذكرة طبية اللي هي بتاعة عيادة الألم. وبدأ كمان حتى إحنا ما يبقاش متاح عندنا في الصيدلية تماما. يعني ده كده حضرتك دخلنا في كيفية صرف أدوية المدرجة في الجدول. بالظبط. هل في طرق مختلفة دكتور ما بين جدول وجدول؟ بالظبط بالظبط. هو أنا هنوضح الجزئية ديت بالتفصيل. مبدئيا الأدوية ديت هي عهدة الصيدلي. والصيدلي لما بيروح يصرفها من الشركه المصريه اللي هي الشركه المصريه للادويه، هي المنوطه بصرف هي المنوطه الأدوية. ودي شركه دواء تبع الحكومه. تمام. يعني تبع للدوله. انا بروح انا كصيدلي اصرف الدواء ده بعهده مني باجراءات معينه يعني مش عايزين نشرحها دلوقتي، اللي هي في النهايه انا بصرفها بكرنيه بجواب بيبقى صادر من ومديريه الصحه اللي انا تابع ليها. بالزبط. وبروح بالشركه دي بيصرفوا لي دواء محدد العدد والقيمه والكميه. محدد العدد والكميه. هل الحس الطبي لحضرتك هو اللي بيخليك تقوم بصرف الدواء للمريض، الحس الانساني الطبي؟ والله يا فندم انا كنت هكمل الجزئيه اللي هتكلم فيها استاذ اسامه ديت شويه. اتفضل كمل. اللي هي جدول المخدرات اللي هو الاول، بروح انا بصرف الدواء من الشركه المصريه بعهده مني. تمام. بعدد بكميه. طيب. وبيبقى موجود في الصيدليه بالفاتوره بتاعته. معلش يا دكتور، الحصه بتبقى شهريه؟
الحصة شهرية بالظبط، بس انت الجواب اللي انا بروح اخده من وزارة الصحة او الهيئة اللي تابعة لوزارة الصحة بيبقى كله 3 شهور. وبصرف الدواء وبيبقى موجود عندي عهدة في الصيدلية محدش بيتصرف فيه غير انا، وبيبدا انا الجدول الاول اذا كان الترامادول او المورفين او البسيدين. الادويه ديت بنسبه كبيره احنا ما بنخلاش في الصيدليه خالص حاليا، واذا بتتصرف اذا موجوده المريض بيجي لي بنموذج بتذكره طبيه موجوده من دكتور طبيب مختص مخدومة بتاريخ جديد وعليها ختم شعار الجمهوريه كمان. تمام. والتذكره دي انا لازم بسحبها من المريض وبخليها عندي. يعني حضرتك ما بترجعش التذكره دي تاني للمريض؟ لا لا لا، التذكره دي تستنى بيها. عندي بحتفظ بيها في الصيدليه. هل بيتم تسجيلها دكتور في حاجه معينه؟ بسجلها عندي في دفتر مخدرات الاول موجوده عندي في الصيدليه، وبيبقى عليا رقابه كمان من زملائنا. طب حضرتك بتحتفظ بيها عندك ليه بالظبط؟ هو ده السؤال اللي انا يعني هجاوب عليه، انه طبعا انا بروح مثلا اصرف مثلا 10 امبولات من الصنف الفلاني او 10 كبسولات من الصنف الفلاني. تمام. انا المفترض ان انا التفتيش الصيدلي وزملائنا في التفتيش الصيدلي وهم ليهم كامل الاحترام والتقدير يعني، وبنتعاون مع بعض دايما. دي الهيئه اللي هي المنوطه بالرقابه على حضرتك؟ هي مش رقابه، هي متابعه الصيدلي. متابعه الصيدلي. هي زملائنا في وزاره الصحه اللي هم مكلفين بالكلام ده، هم زملاء صيادله ليهم كامل الاحترام والتقدير يعني، وفي بيننا تعاون كامل. بيجي اذا كان انا صرفت ادويه من ادويه الجدول الاول بيجي يقول لي والله دكتور انت عندك الدواء الفلاني فاتورته ايه، عندك مثلا 10 امبولات. المفروض ان هو بيجي يتابعهم ال10 امبولات موجودين في الصيدليه، يعني نقوله عمليه جرد بسيطه كده. هو بيجي يلاقيهم 9 مثلا عندي على المظبوط في الدفتر. بيجي يلاقيهم 9. المفترض ان انا عندي تذكره بان انا صرفت واحده ومسجله في الدفتر. طيب هنا بقى الحس الانساني اللي انا سالت حضرتك عليه، لو مفيش روشتات. على فكره الجزئيه ديت انا حابب نتكلم فيها كويس جدا باسهاب يعني. يعني انا كصيدلي الحمد لله بمارس عملي في صيدليتي وزملائنا كلهم الصيادله اكيد على نفس الكونسبت يعني. في النهايه يعني انا كصيدلي موجود بيجي لي مريض احيانا بيبقى انا بلاقي ان هو هيستخدم الدواء ده غلط او هيستخدمه بكميات مش المفترض ان دي المعتاده. هل في اعراض بتكون ظاهره على وجه المريض او كذا بتوحي بحضرتك؟ بالتاكيد احنا بيتردد علينا في الصيدليه يعني انواع كثيره جدا من الناس، وبيجي لي مريض مثلا لسه واخد الدواء امبارح ويقول لي ده الدواء اتكب مني او الشريط ضاع مني او كده. الدواء ده انا حتى هو مش مدرج في ادويه الجدول اللي هو المحظور، انا بسهوله جدا اصرفه له. بس انا عندي طبعا انا عندي اسكس معينه، وانا كصيدلي وكل صيدله مصر بنفس الـ الوضع يعني. الجزئيه دي تهمنا جدا، ان احنا مش اي مريض يدخل يقول لي انا عايز الدواء ده باي غرض الكسب او الكذا او كذا انا بصرفه. لا يا دكتور بالك كنا هنتكلم فيه بالنسبه المهنيه، بس قبل ما ندخل في الجانب اللي هو الانساني والمهني، لان كنا عايزين يعني نقسم حلقتنا ما بين اكاديميا ومهنيا. في كلمه حضرتك قلتها، قلت لي انا باخد التذكره بثبتها في دفتر مخدرات، هو احنا عندنا اكتر من دفتر؟ هو بالتاكيد زي ما الدكتور احمد بردك يتكلم، احنا ما يخصني انا في الصيدليه تحديدا. تمام. الفارماكوبيا المصري فيه جداول كتيره جدا، في حاجات تخص الاعشاب والاعشاب المخدره والحاجات دي. ما يخصني انا في الصيدليه عندي نوعين من انواع الجدول، الجدول الاول والجدول الثاني. الجدول الاول انا اتكلمت مع حضرتك فيه اللي هو الادويه اللي هي بيسميها جواهر مخدره، ودي اللي انا بصرفها من الشركة المصرية للأدوية بتبقى موجودة عندنا في الصيدلية، وبصرفها بالنموذج اللي احنا قلنا عليه اللي هو مختوم بختم شعار الجمهورية. والمريض لما بيجي لي بديله عدد كبسولات أو عدد أمبولات بالعدد، ويكون التاريخ بتاع الروشتة جديد، وبسحبها منه وبختمها، مش لا حتى بختمش عليها لأن دي بتبقى موجودة عندي. بالظبط. الجزئية التانية بتاعة الجدول التاني وهي الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، ودي انواع كتيره جدا، منها ادويه الاكتئاب ومهدئات، بعض المهدئات والمنومات، في بعض ادويه الصرع للاطفال وللكبار، وانواع بعض انواع ادويه الصداع النصفي موجوده كلها في جدول، زي الميجرانيل وزي مجموعه البنزودايزبينز اللي فيها الكالميبام والريستولام والزولام والكلام ده كله، معروفه بالنسبه لنا كصيادله وكاطباء يعرفوها كويس جدا. دي بقى اليه صرفها مختلفه شويه عن الجدول الاول. الاختلاف اللي فيها ان انا الدواء ده انا مش محتاج تذكره مختومه بختم شعار الجمهوريه او من عياده الالم ان انا اصرف بيها الدواء ده، بس مجرد ان المريض بيجي لي بتذكره عاديه من اي زميل ومختومه بختمه ويكون برضك تاريخها جديد. انا التذكره دي ما بسحبهاش منه، دي انا عادي خالص بصرفها له، بس بتاكد من انه هو روشته جديده وبرضك مكتوبه عن طريق زميل مختص
مثلا ما يجيليش مثلا دكتور نسا مثلا كاتب لي مثلا دواء اكتئاب او 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 دواء مهدئ. يعني في بعض الناس بيتحايلوا على الامور دي. بتاكد انا من ان التذكره مظبوطه وان المريض ده فعلا في احتياج للدواء ده، ما عنديش مشكله خالص، بصرفها له وبختمها بختم الصيدلي عشان ما تتصرفش تاني. تمام يا دكتور. دكتور، الادويه المدرجه بالجدول ليها بديل؟ الادويه اللي هي حصل فيها الفتره الاخيره ادويه الكحه وهي المشهوره جدا زي التوسيفان والتوسيكان والكوديلار والمجموعه الكودافين والكودافين دي كلها كان فيها الماده اللي احنا اتكلمنا عليها واللي هي بسببها وزاره الصحه دخلت الادويه دي كلها الديكستروميسروفان. ايوه الديكستروميسروفان. انا بالنسبه لي انا طبعا يعني بطمن برضك الناس انه الدواء ده متاح وموجود بس بضوابط. يعني انا مش هيجي لي مريض مثلا يقول لي انا عايز الدواء ده، هدوله لا، انا هات لي تذكره روشتة مكتوبه جديده، ابنك محتاجه اتفضل، مفيش مشكله خالص، ولا محتاج منك ان انا اسحب روشتة منك او كذا. الادويه طبعا اللي حضرتك الجزئيه اللي اتكلمت فيها اذا كان في بدائل، عندنا بدائل كتيره موجوده وبمواد فعاله مختلفه وحاجات مهدئه للكحه بس وامنه وما فيهاش اي مشاكل. تمام. وكمان لما المريض بياخدها بكميات كبيره، انت مثلا انت ما بتامنش برضك ان انت بتدي المريض دواء الكحه ده. في بعض الناس بيستخدموه غلط. يعني في مريض مثلا بياخد المعلقه زي الوصفه اللي انا وصفتها له، وفي واحد تاني ممكن عايز يعمل حاجه غلط فبيشرب الازازه كلها. ده 100% ممكن يؤدي بيه لمشاكل كبيره جدا، مشاكل صحيه عليه ومشاكل مجتمعيه ممكن تحصل. اضافه ان في كتير جدا من الجرائم بترتكب تحت تاثير ادويه مخدره. وانا هنا برضك بسمي الموقف الجهات الحكوميه والرقابيه في الحاجات ديت ان هم واحنا طبعا يعني بنحترم القرارات وفي النهايه بنتعاون جميعا عشان نحافظ على المجتمع وعشان نحافظ على المريض. يعني وكمان حتى انا لما يجي لي مريض هيأذي نفسه بالزبط. انا 100% بمتنع عن صرفه حتى لو الادويه دي مش داخله جدول. يعني انا حتى اتكلمت في الجزئيه دي برضك وبعيدها تاني. عندنا ادويه كتير جدا في الصيدليه متاحه وانا بيجي لي مريض عايزها انا بمتنع عن صرفها. ما هو ده الجانب بقى الانساني او المهني اللي احنا هنتكلم بقى فيه دلوقتي يا دكتور. بس قبل ما ننتقل يعني للجانب الانساني او المجتمعي، في سؤال بس عايز اسحرك فيه، يعني ايه تبادر اللي اذهلنا جميعا، يعني ايه الفرق بين الصيدلي التقليدي والصيدلي الاكلينيكي اللي هو بيسموها اللي هو الصيدله السريريه تقريبا؟ فمحتاجين نفهم يعني هل في فرق؟ هو بالتاكيد الصيدلي بعد ما بياخد سنوات دراسته في الكليه وعلى ايدين اساتذه عظام يعني مروا علينا، الصيدله دلوقتي اتفتح لها ابواب كتيره جدا. انا صيدلي الحمد لله حاصل على دبلوم التغذيه العلاجيه وده اتفتح لنا المجال ده قريب من جامعه المنصوره اللي برضك بشكر فيها اساتذتي اللي هم يعني اشرفوا على الدراسه بتاعتنا. طبعا لهم كل الشكر. كل الشكر ليهم يعني. والصيدلي الصيدليه في النهايه لما بتخرج من كليته يعني الصيدليه اللي انا شغال فيها دي صيدليه عامه، صيدليه ملكيه خاصه. الجزء الجديد بقى اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني وهي الصيدليه الاكلينيكيه، والصيدليه الاكلينيكيه دلوقتي بتنفذ على مستوى العالم. وليها دور مهم جدا وخصوصا في الحالات اللي هي الهوسبيتالايزد، الحالات اللي داخل المستشفيات وداخل وحدات العنايه المركزه. ان الصيدلي هنا دوره يعني مهم جدا في يعني اختيار الخطه العلاجيه للمريض. يعني هو دوره يعني ما فيش اقتصار على الصيدليه، ده هو بيمتد يشمل المستشفيات. لا هو الصيدليه دي صيدليه عامه بتاعتي انا يعني بخدم فيها جمهور المرضى اللي هم بيترددوا عليا باليات صرف الادويه والحفاظ على المريض والكلام ده. الصيدلي الاكلينيكي هو صيدلي ماشي مع الطبيب وطاقم التمريض في المستشفى لمتابعه الخطه العلاجيه للمريض. طب معلش يا دكتور، هل الموضوع كان متقبل في البدايه ما بين الطبيب البشري؟ معلش انا بسال اسئله يعني ايه ممكن تكاد يعني للاسف انا وقت الحلقه خلص معايا. دكتور محمد بشكر حضرتك ولينا لقاءات اخرى ان شاء الله. في نهايه الحلقه عايزه اشكر وفي نهايه الموسم كمان عايزه اوجه الشكر لاشراف عام على البرنامج حسن مزبيرو، اخراج وليد عماره، اعداد ياسمين هلالي. كمان عايزه اشكر مصفف الشعر الخاص احمد عبده. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن وطيب متابعتكم، الى اللقاء.